اضرب في الاول. استنى قدام اللي جاي يا عم، شفت واقف انت ما موت بقول لك مبسوك عيل انت عيل سربان عيل سربان ومسكه كتير سربان من ميدان خالص. بس هنا قام هنا الحته ايه كان واقف معانا كتير يا عم. دخل ميدان مش اربعه وشفتك لسه ما دخلتش موتني. اصلا انت عرفت ازاي انه كان مع الداخليه؟ انا عارف ربنا مع الداخليه. ورا الاسد ورا الاسد ابدي العسكري التوبر يا عم. الواد اللي كان بيحوش عنه ده كان مع الزوبر. ده كان هو مع العسكري ولا اتعور؟ هو العسكري ولا 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 العسكري بس بالراحه بس مش داخليه. والله ما انا درقت اجت في العسكري. طب وانتوا يا رجاله سبب الاشتباك ده؟ انا واقف هنا من الصبح العسكري عشان سوريا. سوريا عشان العسكري. انتوا عاملين زرع عن سوريا؟ لا مش سوريا. عيل صغير فيلم الرسول. ايوه اللي هو بقى احنا كل جمعه بنجي الدب فيهم عشان خاطر فيلم الرسول. بس كده كل شوف فيلم الرسول الحكايه القديمه دي. ماشي يا عم عادي ما بتيجي تاني. عادي يعني. عشان سوريا انت لا مش سوريا. امال ايه؟ مش حكايه بدعوه. امال ايه؟ استنى استنى ما تخافش يا عم احنا واقفين معاه فيلم الرسول. امال عمال تقول لي داخليه يا عم انت ما انت عمال تقولي داخليه وبضرب في الداخليه وعامل لي فيها. لا لا بس انا شفتك المره اللي فاتت ما كنتش بتضرب. والله ما دب فيهم. اخويا قال لي كلمه كان في نص وقت. طب يا عم الفيلم بتاع رسول خلاص ما هو عدى. عدى خلاص عم عادي يا عم. تحمر بنضربها يا عم عشان مطالب وحالات. ايوه مطالب وطالبنا. انا واخد لك عيل صغير عنده 16 ما كملش 16 سنه. خدوا ليه؟ الصلب اللي جوه؟ ايوه يا اسطى مشى. مشى مين؟ مشى يقول لك بيمشى يا عم. ما بيمشوش ده بيمسكوا العيال يمسكوا العيال الصغيره تحرك. بيمسكوها تحرك. ايوه يا عم عشان بتنزل تضرب طوب. انت بتنزل تضرب طوب ليه؟ بجري من جوه. يا ابني انت بتنزل يا ابني هتجيبني هتنزل دلوقتي تضرب طوب ليه؟ ماشي لقيت لك عايز يرزقني من النص. ليه؟ ايه اللي عايز يرزقني بالنص؟ عشان ايه؟ ايوه هو ايوه بيضرب عليا ايه؟ انت رايح تضرب في الداخليه مش عايز الداخليه تمسكك؟ انت يا ابني يا ابني يا ابني انت جاي تضربني في البيت مش عايز تمسكك؟ اللي مالله انت جاي تضربني في حلو قوي. انت جاي تضربني انا هسيبك بقى؟ لا 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 شايفه من تحت الثوره اللي فاتت. انا ظابط بيت الثوره يا سيدي. احنا دلوقتي بنتكلم. انا كنت واقف هنا ماشي جريت كده هو كده لو جريت على الكوبري هتقفش. ان انت تروح تضرب فيه اول ما لقيته واقف الجرم تخلي ده يجي يصور وغيره يجي يصور ويوري للعالم ان احنا ما استنى بس احنا ما عندناش ان احنا ما عندناش. تعالى 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 اوريك دلوقتي في كام كاميرا. بص في كام كاميرا حرام عليك. بص حبيب بص حبيبي في كام كاميرا هنا في الدنيا في اكتر من 30 كاميرا موجوده. حرام عليك. حلو قوي لما ال 30 كاميرا احنا الناس كلها ان في دور كويس تعرف تعيش. ايه رايك؟ ايه رايك؟ قول رايك من غير دار البلد ان هي بتغرق وتغرق. عم صوروا قول رايك من غير دار. يا عم انا هصورها اعمل ايه يا اسطى؟ قول حتى انت في التحرير. لا مفيش يا جماعه الناس كلها خلاص اتعودت على كده. بقول لك ايه يا صوره صوروا صوروا. لا يا عم قول له حتى انت صور تعالى هصور معايا صور معايا. امي مش عارفه ان انا هنا يعني. ايه ده هو ده؟ بص ماشي في الشارع. ايه بص طلعت من لسانه. بص طلعت من لسانه اللي تصور يا باشا. تصور يا باشا. في حد بيصور ده جريمه. استنى استنى يا عم بص معاها ريمه ابي وصدق قط اي واحد عنده 100 سنة وبص يفتح الكاميرا صور العيال دي صور العيال دي صور العيال اللي قاعدة تحت الوقفة تحت هم دول. انا جاي اصور بره ولا بتضرب واحنا ليه وهي بتضرب فيه جاي صور عيال يا عم قاعدة على النيل يا عم عمالين يشربوا خبز. لا يا ابني روح. ابو صوفيا دي صوفيا. طب مين اجيب صوفيا دي ما فيش ميه. صوفيا مين يا سوريا ولا اثيوبيا؟ ايوه صباح الفل يا معلم. اثيوبيا.